الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله وأمينه على وحيه الداعي إلى رضوانه. ثم أما بعد، قبل أن أبدأ بخطبتي لهذا اليوم المبارك، أذكر إخواني بأمر فقهي شرعي يمس كل واحد منا خاصة الرجال، بأنه ونحن ندخل في موسم الشتاء، إذا تأخرت عن القدوم للمسجد لصلاة الجمعة بحيث يغلب على ظنك أنك لن تجد مكانا داخل المسجد، فصلي الجمعة في بيتك ظهرا، فإن المسجد لا يستوعب إلا عددا محدودا. رجاؤنا عند الله تبارك وتعالى أن تنفرج الأمور وأن يرفع الله هذا الوباء عنا، إلا أن الذي يقع في ساحتنا هنا في شيكاغو أن الأمور باستياء. أغلق بالأمس دوبيج كاونتي وكنكاكي كاونتي والحبل على الجرار، ومعنى ذلك أن الأماكن العامة أغلقت ولا تقدم الخدمات إلا خارجها، وهذا على حسب الجو. فإحنا الحمد لله الآن على الأقل نستوعب عدد لا بأس به في صلاتنا، فنسأل الله أن يزداد هذا العدد، لكن يكون في حسباننا أنه ممكن كوكاونتي عنده شحطين بس بيرجع لفيز 3، وعندها بيكون بالعدد بندخل للمسجد إن شاء الله. ما يصير هذا الكلام. فالسبب طبعا ازدياد الحالات والمصابين بفيروس كورونا واستهتار الناس، ومنهم نحن العرب والمسلمون، نحن بنستهتر. يعني قبل شوي أخ بهدلنا على الباب والناس بيسمعوا، معلش خليهم يسمعوا على الفيسبوك وفي الدنيا كلها، ليش بنقول له جيب سجادة؟ أنتم ما بتستحوا، بقول لنا يا سيدي نسأل الله أن يرزقنا وإياه الحياة. لكن لا بد من هذا، لا بد من هذه الاحتياطات، ونحن جادون في تطبيق هذه السياسات ومصرون عليها. أرجو بعض الإخوة اللي كاشف عن أنفه يغطيه، يعني إحنا بنتكلم عن هالموضوع، موضوع خطير، فيغطي أنفه والله يجزيكم الخير، مأجورين إن شاء الله. هذا أمر مهم، فإذا ما تتوقع أنك ما حتوصل للمسجد لصلاة الجمعة وممكن تصلي برا، إذا كانت الدنيا شتاء والبرد قارس صلي في دارك، أنت معذور. ولقد سمع ابن عباس رضي الله عنه مؤذن النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة مطيرة فيها الوحل، قال لما بلغ حي على الصلاة، قال صلوا في رحالكم، صلوا في بيوتكم في صلاة جمعة، في صلاة جمعة. مؤذن النبي صلى الله عليه وسلم لما وصل عند حي على الصلاة تعالوا للمسجد، قال صلوا في رحالكم. وانتم عارفين الفرق بين الجزيرة العربية وبردها وبين شيكاغو وبردها، عارفين الفرق الكبير. حديثنا اليوم أيها المسلمون عن السراج المنير الذي امتن الله به علينا فأنار القلوب بعد ظلمتها عليه الصلاة والسلام، وأحياها بعد مواتها، وهداها بعد ضلالتها، وأسعدها بعد شقوتها. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. حديثنا أيها المسلمون اليوم عن هذا النبي العظيم في شهر ميلاده ربيع الأول، حديثنا عن سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، عبد الله المصطفى ونبيه المجتبى ورسوله المرتضى، عن العرباض بن سارية رضي الله عنه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول إني عبد الله وخاتم النبيين، وفيه أن أم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رأت حين وضعته نورا أضاءت منه قصور الشام.
قال جابر رضي الله عنه: رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في ليلة إضحيان، أي صافية مضيئة لا غيم فيها، فجعلت أنظر إليه صلى الله عليه وآله وسلم وإلى القمر، وعليه حلة حمراء، فإذا هو أحسن عندي من القمر صلى الله عليه وآله وسلم. فكان عليه الصلاة والسلام النور الساطع بعد ظلام دامس. ظل أهل الكتاب وغيروا وبدلوا، وعبد الناس الأوثان، وعبدوا الشمس والقمر والحجر والشجر. فجاء هذا النبي الكريم، جاء عليه الصلاة والسلام كالصبح بعد ليل طويل مظلم بهيم. حديثنا اليوم عن الرحمة المهداة والنعمة المسداة. كنا على شفا حفرة من النار، فأنقذنا الله به بمحمد صلى الله عليه وسلم منها. قال الله: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا، وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها، كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. كنا على جهل وضلال وسوء أخلاق، نقطع الطريق ونخون الجار ونئد البنات، نقتل البنات وهن أحياء. وكنا هذه الأمة العربية تعبد الشجر وتعبد الحجر، وينادي لسانها بالظلم، كما سجل الشعر الجاهلي هذه الصفة الدنيئة، وقال في قوله: ومن لا يظلم الناس يظلمي، يعني إما ظالم أو مظلوم، ما في ثالث، تكون إنسان عادل. كانت أمة في غاية السوء، فجاءنا بالهدى والنور ومكارم الأخلاق. قال: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. أنقذنا الله به من الموت على الكفر ومن دخول النار. كان أشفق بنا من الأم على ولدها. عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: إنما مثلي ومثل الناس كمثل رجل استوقد نارا، فلما أضاءت ما حوله جعل الفراش وهذه الدواب التي تقع في النار يقعن فيها، وجعل يحجزهن بمنعهن ويغلبنه فيقتحمن فيها، فأنا آخذ بحجزكم بآبائنا وأمهاتنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما أشفقه، ما أعظمه، ما أرحمه. فأنا آخذ بحجزكم، بمسكنا عليه الصلاة والسلام من الدكة تبعتنا، يعني ببعدنا عن النار وعند مسلم. فذلك مثلي ومثلكم، أنا آخذ بحجزكم عن النار. هلم عن النار، أقول لكم ابعدوا عن النار، هلم عن النار، هلم عن النار، فتغلبوني تقحمون فيها. قال تعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. قال ابن الجوزي رحمه الله في وصفه: من تحركت لعظمته السواكن فحن إليه الجذع وكلمه الذئب وسبح في كفه الحصى وتزلزل له الجبل وشكى له الجمل. قال النبي صلى الله عليه وسلم لصاحبه: إنك تجوعه، إنه يشكوك، إنك لا تعرفه، ألا إنه ليحاجك يوم القيامة. فكيف بمن ضيع أمة وضيع شعبا وجوع أهله وزوجه وأولاده ووالديه؟ أنت الذي حن الجماد لعطفه، وشكى لك الحيوان يوم رآك، والجذع يسمع بالحنين أنينه، وبكاؤه شوقا إلى لقياك. هذا النبي العظيم الذي أرسله الله هداية ورحمة للعالمين، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، فأخرج الله به بهذا النبي الأمي عليه أفضل الصلاة والتسليم من الظلمات إلى النور، ومن الضلال إلى الهدى، ومن العذاب إلى الرحمة، بعدما اجتالتهم الشياطين عن صراط الله المستقيم،
فأشرقت الأرض بنور ربها، أشرقت بنور الرسالة المحمدية، ورغمت أنوف المبطلين، وانخنس الكفر وأهله، مصداقا لقوله عز وجل: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. فما أعظم إحسانه للبشرية، وما أحوجها في هذه العصور التي علا فيها زبد الباطل وانتفش، ما أحوجها إلى نور الحق الذي جاء به، ما أحوج البشرية اليوم وهي تعج بالظلم والظلمات. ما من بلد إلا وتعيش فتنة أو حربا أو دمارا أو مجاعة في كل العالم، ما أحوجها لمحمد صلى الله عليه وآله وسلم ولدعوة محمد الذي قال فيه غير المسلمين ما قالوا. يقول غاندي عن صفات النبي صلى الله عليه وسلم: لقد أصبحت مقتنعا كل الاقتناع أن السيف لم يكن الوسيلة التي من خلالها اكتسب الإسلام مكانته، بل كان ذلك من خلال بساطة الرسول مع دقته وصدقه في الوعود وتفانيه وإخلاصه لأصدقائه وأتباعه وشجاعته مع ثقته المطلقة في ربه وفي رسالته. هذا كلام واحد لا يؤمن برسالة الإسلام. يقول مايكل هارت مؤلف كتاب العظماء 100 وأعظمهم محمد عليه الصلاة والسلام: إن اختياري محمدا ليكون الأول في أهم وأعظم رجال التاريخ قد يدهش القراء، ولكنه الرجل الوحيد في التاريخ كله الذي نجح أعلى نجاح على المستويين الديني والدنيوي. فأحبوه أيها المسلمون، أحبوه عليه الصلاة والسلام في ذكرى مولده، ولا تنصرفوا إلى الاحتفالات الفارغة والمهرجانات البطالة وتعطيل الدوائر الرسمية كما تفعل الدول العربية والإسلامية، بأنه عشان عيد المولد النبوي الخميس معطلين. العيد الحقيقي لهذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام أن تجدد البيعة معه، أن تجدد العهد معه، أن تحيي سنته، أن تنصر شريعته، أن تحيا دينه، أن تحيا على ما عاش وأن تموت على ما مات. هذا هو الاحتفال الحقيقي، ليس توزيع الحلوى وإضاءة المساجد وإقام الحفلات. وبعض الدول رجال ونساء برقصوا في الجامع، شو المناسب المولد النبوي؟ يعني في يوم مولده يعلنون عصيانه وعصيان ربه عليه الصلاة والسلام. ما عندنا احتفالات بهذه الطريقة، إنما الاحتفال الحقيقي والصدق مع النبي صلى الله عليه وسلم، ألا إنه تجديد العهد، تجديد البيعة. ما الذي يرضي هذا النبي عليه الصلاة والسلام؟ ما الذي يسر هذا النبي صلى الله عليه وسلم فاتبعه؟ ما الذي يغضب النبي صلى الله عليه وسلم؟ ما الذي يسيء رسول الله صلى الله عليه وسلم فاجتنبه؟ هذا هو العهد الذي يريده النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الذي نادى في آخر أيام حياته عليه الصلاة والسلام، يقول كما حدث العرباض بن سارية: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة، إلى آخر الحديث، قال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجد، فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. حتعيشوا وتشوفوا الكفر والضلال والفسق والفجور حتى من أمتكم، ممن ينتسبون لدينكم، سترون الظلم وترون الظالمين. وهو النبي صلى الله عليه وسلم الذي يذكر أنه ما من واحد من المسلمين ولي أمرا من أمور المسلمين، يقول: اللهم من ولي أمرا من أمور أمتي فشق عليهم فاشقق عليه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم يدعو على من ظلمهم وشق عليهم عليه الصلاة والسلام. فكيف بمن يقتل أبناء هذه الأمة ويعتقل علماء هذه الأمة ويصافح من سفك دماء أبناء هذه الأمة واحتل مقدسات هذه الأمة، ثم بعد ذلك يعمل لنا مولد وبيجيب لنا مشايخ يقعدوا ينشدوا؟ الامتحان الحقيقي مع النبي صلى الله عليه وسلم هو اتباع النبي، نصرة دين النبي صلى الله عليه وسلم. كيف يباع المسجد الأقصى ويشترى في هذه الأسواق العالمية اليوم وندعي الإسلام وحب النبي صلى الله عليه وسلم والحرص على هذا الدين؟
هذه دعوة باطلة، دعوة كاذبة. هل يسر النبي صلى الله عليه وسلم ويرضيه أم يسيئه أن يقر عدو محتل على مسراه عليه الصلاة والسلام وعلى المكان الذي صلى بالأنبياء عليه الصلاة والسلام فيه؟ هل هذا يرضي النبي صلى الله عليه وسلم أم يسيء الرسول صلى الله عليه وسلم ويتبرأ النبي ممن يفعل ذلك؟ فنحن نذكر إخواننا وأخواتنا بأن ذكرى مولد الرسول صلى الله عليه وسلم ليس عيدا يحتفل به ولا مناسبة اجتماعية توزع فيها الحلوى. احنا أمة إلنا عيدان، عيد الفطر وعيد الأضحى، ما عندنا أعياد أخرى. والصحابة أحب الناس للنبي صلى الله عليه وسلم، ما حد يزاود على أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم وبقية الصحابة في حبهم وولائهم لنبينا عليه الصلاة والسلام، فكيف أحب رسول الله؟ فعليك بسبيلهم ونهجهم وسنتهم، عندها تكون محب. إن المحب لمن أحب مطيع. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. اتبعوني، مش احتفلوا فيا، فاتبعوني. كم من محمد اسمه محمد دمر الأمة، آذى الأمة، أشقى الأمة واسمه محمد. فالنبي صلى الله عليه وسلم يأتي يوم القيامة وهو على الحوض يشرب المؤمنون، اللهم اجعلنا منهم، من يده الشريفة شربة لا يظمؤون بعدها أبدا، فيأتيه هؤلاء من انتسبوا إلى الإسلام فتطردهم الملائكة وتبعدهم عن حوضه، فيقول أمتي أمتي، فيقولون لقد مت وما علمت ما بدلوا بعدك. هؤلاء صحيح من أمتك لكن غيروا وبدلوا وكفروا فسقوا ظلموا، فيقول سحقا سحقا بعدا بعدا، الله لا يردهم. فإن شاء الله نريد بإذن الله نجدد العهد لنموت على سنته بإذن الله بعد حياة عامرة بالصلاح والتقوى والعمل الصالح. دين النبي صلى الله عليه وسلم أيها الإخوة والأخوات اعتقاد وإيمان ونطق باللسان وعمل بالأركان، ليس فقط دعوة وعنوان يعلنه القاصي والداني. كما ذكرت في أول الخطبة بأننا ونحن على أبواب موسم الشتاء، فإن كنت تظن أنك لن تدرك صلاة الجمعة داخل المبنى إذا كانت الدنيا برد جدا، فالفتوى أن تصلي ظهرا في بيتك، إلا إن أدركت مسجدا آخر، أن تصلي الظهر في بيتك. كما أذكر إخواني وأخواتي بأنه بدأ التصويت المبكر، early voting already started. We need to take part of this and announce to everybody that Muslims are here and they are part of this country and this community. فأرجو من الإخوة والأخوات أن يسارعوا بالتصويت المبكر في Bridgeview Courthouse. ما بتكلفك شيء، الأمر سهل وميسور. سجل وجودك مش صوتك، وجودك. المسألة مسألة وجود، مسألة احترام لهذه الجالية الإسلامية والعربية، وإلا لا يسمع بنا أحد. فأرجو أن تحرصوا كل الحرص على القيام بالإدلاء بأصواتكم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويدفع نقمه ويكافئ مزيده، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. What a great light that overwhelms the universe when hearts are engulfed in faith and virtue, when darkness fades away and vanishes from people's souls once they repent to Allah, understand His commands and teachings
and respond to the call that guides them to the straightforward path. These words coincide with a heavenly occasion that overshadows our lives and penetrates our hearts. This occasion is the birthday of our beloved Prophet, Sayyidina Muhammad, sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. His birth was clearly a great blessing and an unparalleled favor upon the whole world. This occasion also reminds us of the Prophet's mission. That was a glimpse of hope for the whole universe after a long, long dark night. Michael Hart, in his book on ratings of men who contributed towards the benefit and upliftment of mankind, writes, "My choice of Muhammad alayhi salam to lead the list of the world's most influential persons may surprise some readers and may be questioned by others, but he was the only man in history who was supremely successful on both the religious and secular levels." Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, when you talk about him, it is emotional. It is emotional. Politeness and courtesy, compassion and tenderness, simplicity and humility, sympathy and sincerity were some of the keynotes of his character. He used to pray, listen to this, "O Allah, I am but a man. If I hurt anyone in any manner, then forgive me and do not punish me." There was no type of household work too low or too undignified for him. Aisha, his beloved wife, our mother, radiallahu anha, has stated he always joined in household work and would at times mend his clothes, repair his shoes, and sweep the floor. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, Sayyid al-Alameen. He would milk, tether, and feed his animals and do the household shopping. Once the Prophet sallallahu alayhi wa sallam was traveling on his camel over hilly terrain with a disciple, Uqba ibn Amir. After going some distance, he asked Uqba to ride the camel. But Uqba thought this would be showing disrespect to the Prophet alayhi salatu wasalam. How on earth can I do that? He is walking, the Prophet sallallahu alayhi wasalam, and I am riding. But the Prophet sallallahu alayhi wasalam insisted, and he had to comply. The Prophet alayhi salatu wasalam himself walked on foot, as he did not want to put too much load on the animal. The Prophet sallallahu alayhi wa sallam, Muhammad, is the most excellent example as father and husband. He was very kind and tolerant towards his wives. They could not live without him. They could not live away from him. Prophet Muhammad alayhi salatu wasalam encouraged us through his enlightening words to behave kindly to women. He declared the most perfect of believers is the best of them in character, and the best of you is the kindest to his family. The life of Aisha radiallahu anha is a proof that a woman can be far more learned than men, and that she can be teacher of scholars and experts. His life, alayhi salatu wasalam, full of lessons and wisdoms. Today, we are calling upon our brothers and sisters to celebrate his birthday, if I can use this word, by renewing the bay'ah, the pledge, the covenant between you and him. This is how you show your love
to this great prophet عليه الصلاة والسلام by following his sunnah, applying his sharia, defending his deen عليه الصلاة والسلام. Think of him عليه الصلاة والسلام if he's alive. This action which you are about to take will be approved by him عليه الصلاة والسلام, or he will be angry with you if you take this action. This is how we renew our pledge with our beloved Prophet عليه الصلاة والسلام. Look into yourself as a father, as a husband, as a mother, a wife, a neighbor, a worker, co-worker. What kind of person the Prophet صلى الله عليه وسلم wanted you to be, and be that person. This is how you revive the deen, the religion, and sharia of Muhammad عليه الصلاة والسلام. It is not by taking one day off, as most of the Muslim countries do, or by celebrating and singing the birthday party of the Prophet صلى الله عليه وسلم, which was taken from non-Muslims, because they do that, we don't do that. It is by living his deen. Whatever makes him sad should make you sad. Whatever makes him happy should make you happy. The difficulties, hardships which the ummah go through these days should make you sad and should move your heart to do something. This is what pleases the Prophet sallallahu alayhi wa sallam. Before I conclude, I would like to remind everyone of Sadaqat al-Jum'ah. لا تنسى صدقة الجمعة مهما كانت قليلة فإن القليل بيدك كثير عند الله. القليل بيدك كثير عند الله. تأتي يوم القيامة فترى شجرا وقصورا, تقول لمن لك؟ بسبب صدقتك. المؤمن يسير يوم القيامة في ظل صدقته والشمس تداني رؤوس العباد. فلا تنسى صدقة الجمعة. أرى إخوة كلما دخلوا المسجد تصدقوا ولو بدولار, عادة طيبة ومباركة. الأمر الثاني, مثل ما ذكرت, بدأ التصويت المبكر, نريد من الجميع أن يشاركوا. مشكورين مأجورين, واعلموا أن الله صلى على نبيكم قديما ولم يزل آمرا عليما, تعظيما لقدر نبيكم وتشريفا. فقال جل من قائل, إن الله وملائكته يصلون على النبي, يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. لبيك اللهم صلي وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم, ما صليت وسلمت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين, إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات, الأحياء منهم والأموات, إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا رب العالمين. اللهم لا تدع لنا في هذا اليوم العظيم ذنبا إلا غفرته, ولا همّا إلا فرجته, ولا دينا إلا قضيته, ولا ضالا إلا هديته, ولا ميتا إلا رحمته, ولا زوجا ولا ولدا ولا عملا إلا وفقته وأنجحته, ولا مظلوما إلا نصرته, ولا ظالما إلا قصمته, ولا أسيرا إلا فككت أسره, ولا حاجة لك فيها رضا ولنا فيها صلاح إلا أعنتنا عليها ويسرتها يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تفرج كروبنا وكروب المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها أجمعين. اللهم اجعل لنا ولهم من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا. اللهم اشف مرضانا, اللهم اشف مرضانا, اللهم ارحم موتانا, اللهم فك أسر أسرانا يا رب العالمين. اللهم اختم بالسعادة آجالنا وبالصلاح أعمالنا بالصالحات أعمالنا, وتوفنا وأنت راض عنا. وإن أردت بالناس فتنة فاقبضنا إليك غير خزايا ولا مفتونين. وأقم الصلاة, إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر, ولذكر الله أكبر, والله يعلم ما تصنعون.